سيكم ان شاء الله كويسين، ان شاء الله كله تمام. معاكم لسه في شوغو ريد، توثيق للعبقري الفنان ابراهيم الكاشف. حنواصل معاكم هذه الحلقات، وحنواصل في من قطع من حديث عن ابراهيم الكاشف. تحدثنا عن تاريخ ميلاده، لكن في فتره ما بين ميلاده وما بين وفاته، ما بين ميلاده في مدني او مولده في مدني الى ان جاء مدمان، ودي فتره لازم شويه الناس نقول اللي حصل فيها شنو يا استاذنا سراج الدين. نعم، وصلا للحلقه الاولى زي ما تكلمنا عن اغنيه الشاغلين فؤادي اللي هي كتبت عام 1924. نعم. من كلمات الشاعر علي المساح. ويمكن الكاشف في بداياته في مدني، خلونا نثبت حقيقه مهمه جدا، واتغنى بكل الاغنيات كتبها علي المساح، وهي كانت ما منح الحان ابراهيم الكاشف، الحان الفنان في مدني يدعى شبلي. ما لقى حظه من الناس، ما عرفوا، يمكن بعرفوا الناس في جغرافيا مدينه ود مدني. نعم. اللي هو يمكن لحن كل الاشعار اللي كتبها علي المساح، اللي بتبدا من الشاغلين فؤادي، وانت بدل السماء في صفاك، ونغيم فاهك يا مزين دواي، وغصن الرياض المايد طبعا، والفي خدوره، والظبي الخدر، وكثير من الاغاني، واللي هي انا في تقديرك مجمل الاشعار. حنجي نتناول سيرة علي. انا عندي راي انه الناس بتتكلم عن علي المساح انه ما تلقى تعليم نظامي. نعم. لو رجعنا الاغنيه الاولى بطريقه المربعات اللي كتب بها، وشكل التعابير وشكل اللغه وشكل الخيال، ابدا ما بتوحي انه ده مبدع ما تلقى تعليم نظامي. صحيح. يبدو وكانه عالم في اللغه العربيه زي الكاشف في الالحان، يعني 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 فعلا الناس دي يعني 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 فعلا عباقره، وفعلا فعلا اساطير، وفطره وموهبه عاليه. انا افتكر على المساحه ظلم كثير انه بحدث انه ما تلقى تعليم نظامي. لكن حتى اذا ما تلقى تعليم نظامي، انا افتكر هو علمنا طبعا من خلال طبعاً اشعاره، وقدر يقدم مفرده مختلفه. صحيح. ومختلفه حتى عن شكل الحقيبه. صحيح. اللي كان سايد وقتها، انا افتكر مدني اسهمت في حاجتين. في ابراهيم الكاشف انه قدمت لنا مبدع غفز بالموسيقى السودانيه وعمل شكل غنائي وموسيقى جديد، وقدمت علي المساح. صحيح. وكنا محظوظين يوم الاثنين من مدينه واحده. صحيح. الكاشف في الفتره الـ بعد الشاغلين فؤادي يمكن قدم للسيد عبد العزيز انا ما بخطب ظهورك، وهي يمكن اول اغنيه سودانيه تنفذت على الاوركسترا، وما كانت اوركسترا سودانيه. الكلام ده عام 1934. نعم. هي كانت فرقه مصريه زايره مكونه من موسيقيين ومسرحيين، كان منهم نجيب الريحاني والممثله تحيه كاريوكا. الكاشف بمصاحبه الفرقه المصريه دي قدم اغنيه انا ما بخطف ظهورك. جاء لاحقا لما جاء الخرطوم والتحق بالاذاعه عام 1940، اعاد توزيع او التجديد في اغنيه الشاغلين فؤادي. يمكن بعد ذاك بدت موهبه الكاشف يعني تتفجر، وبدا التمرد الحقيقي انا افتكر على النمط القديم، على النمط الريق والسايد، اللي هو كان المغني بغني والكورس بردد نفس كلامه. صحيح. في امس يعني في حلقه، في ناس بتتكلم كثير عن هل الكاشف هو اول من عمل لحن مولدي للاغنيه السودانيه، ولا هو عبد الحميد يوسف في غضبك جميل زي بسمتك. ما في صعب هنا تقول راي قطعي انه من هو. حتى الموسيقيين المعاصرين يعني عندهم رايين، لكن في راي بيميل ابراهيمك، في راي بيميل الكاشف، يعني في راي بيميل لعبد الحميد يوسف. الكاشف في المغرب في الصباح خالد ابو الروس، و
في غضبك جميل زي بسمتك حميده ابو عشر. انا ما انا شخصيا ما بقدر اقضي راي حد، لكن بكتفي بحد انه بستعرض الرايين، صحيح انه هل هو الكاشف ولا عبد الحميد يوسف. ممتاز. طبعا الحكم هو المشاهد، والباحثون او الباحثين حيشوفوا الحلقه بطبيعه الحال. احنا بنخلي من خلال هذا البرنامج الناس تفكر معنا للتوثيق معلومات غايبه، اغلبها غايب يا استاذ سراج. نحن مجتهدين اجتهاد عظيم جدا انه نطلع حتى المعلومه حتى اذا كان مشكوك فيها لازم نقولها. يعني عماد، ارتباطك بهذه الاغنيه، انت بدر السما في صفاك صح؟ الحن غنيها هسه؟ بالضبط، وهي مرتبطه بكورس. نعم. وده حيدخلك انت في امتحان انه ما في كورس الليله في الاداء يعني. فحتعتمد علي انا وسراج باصواتنا الشينه دي. اصواتنا قبيحه صراحه. جزء من الفرقه برضه حيساعدنا بانه يشيل معاك عشان تتخيل معنا اننا كورس. نعم نعم. عشان نديك المود بس. لكن ما حتسمع اصواتنا يعني. لا حنسمع ان شاء الله. فنقول نقول انت بدر السما في صفاك. انت بدر السما. والله انا بس كنت داير اتكلم كلمه انه يعني الكاشف بدر السما في صفاك منه على الغنى الغنى البسيط والناس ممكن تشيله. تمام. يعني عندك صوت ولا ما عندك صوت بيتشيل. ممتاز، بيشيل معك. تمام. ما في مشكله نقول. ان شاء الله جدا انا غني بدر السما. انت بدر السما في صفاك كل من الي ما خفاك متى وفاك يا حبيبي. انت بدر السما في صفاك كل من عيني الحماه من الغروب يا حبيبي
شكرا يا اخي، شكرا يا عماد، شكرا في الفرقه الموسيقيه. حلقتنا قربت تنتهي يا سعد، لكن لازم ندي المساحه حقه. في كلام كثير بيتقال عن هذه الشخصيه ولازم نتكلم عنها، باعتبار انه برضه هو جزء من تجربه ابراهيم الكاشف الكبيره. دارين برضه بطاقه تعريفيه عن هو عن المساحه؟ اسمه الحقيقي علي احمداني. عمره أو يتولد يعني في يعني في الفترة ما بين عام 1900 ل 1904. التاريخ برضو ما فيه هو شيء هو أكبر من الكاشف، هو شيء هو أكبر يعني بغرابة التسعة والعشرة أبناء جيل يعني ممكن نقول. هو اشتغل في مهنة يعني مهنة والده كان ترزي، اشتغل معه في السوق. لغاب المساح عنده روايتين. لغاب المساح انه هو كان حركته كثيره زي ما الناس علم النفس بيسموها طاقه زايده، هايبر اكتيف، طاقه زايده. وكان محب للغناء يعني بيتحرك في مساحات كثيره. والروايه الثانيه بتقول انه اسم المساح جاء لانه هو قال في ختم اغنيه نغيم فاهك يا مزين دواي انا المساح دمع البكا. هما روايتين، لكن انا برجح الا الاسم الاول المرتبط بانه حركته او عنده طاقه زايده، لانه انا المساحه دمع البكا هي عباره عن توقيع لاسم الشاعر في القصيده، وهو شكل كتابي يعني كتوثيق وحفظ حقوق ما يسمى بالتوقيع في اخر القصيده. انا افتكر هو وقع اسمه على اخر القصيده، اذا هو اسمه اللغب مشى عليه قبل ما يكتب القصيده. انا برجح الرواية الأولى المرتبطة بأنه كان كسير الحركة. كسير الحركة هي مرتبطة بالضرورة بالفنان اللي ما في قالب يستوعب موهبته بشكل مناسب، بالضرورة هو بتسهر في حركته الزايدة. بالمناسبة يعني سؤال عام هو برضو بتداول في أسان الناس بشكل عام، مهنة الكاشف هل كانت أنه نجار؟ الكاشف كان نجار. ايوه، وانا دي حاجه برضه كان نجار ومارس المهنه دي في ام درمان. وفي معلومه طريفه لازم تتقال في الجزئيه دي اللي هي مرتبطه بزيدان ابراهيم وعلاقته بابراهيم الكاشف. انه المشايه اللي تعلم بها زيدان ابراهيم المشي كان عمل الكاشف ابراهيم الكاشف، عشان كده انا سالتك. ممتاز، شكرا يا سراج. الله يبارك. شكرا يا عماد. شكرا لك. حلقتنا انتهت، لكن حنواصل طبعا بالتاكيد في ايام رمضان الشوق والريد، حلقاتنا معكم مستمره، ما تمشوا بعيد، بكره حلقه جديده. لسه دايرين في فلك العبقري ابراهيم الكاشف، نشوف حلقه بكره عامله كيف. خلوا بالكم من روحكم، ما تمشوا بعيد.